نروح بقى نتابع زي ما متعودين اخبار النادي الاهلي ومراسلتنا العزيزه هي متواجده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره هنا ابو القاسم. هنا صباح الخير عليكي وبنصبح عليكي وسامعينك طبعا اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته. تجمع الفريق كان من شويه كان الساعه 10 صباحا والمران هيبدا الساعه 11 صباحا استعدادا بقى للمباراه القادمه والجوله الاخيره من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا واللي هتكون امام الهلال السوداني. يعني طبعا الفريق كان استأنف تدريباته وأمس بعد راحة سلبية لمدة 8 أيام. بشكل عام مستر بيتسو موسيماني كالعادة كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران ليحدثهم بقى عن الأمور الصعبة والتحديات اللي هتقابلهم الفترة المقبلة. كمان التدريب كان مبني على تدريبات بدنية في صالة الجيم. بعد كده قام اللاعبين بعمل تدريبات فنية على ملعب التتش وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يتخطوا عقبة الهلال السوداني ويتأهلوا بقى لدور الثمانية ويكونوا قربوا خطوة على البطولة الحداشر طبعا من دوري أبطال إفريقيا. نروح بقى لناشئين كرة القدم. فريق 2005 أمس قدر يحقق فوز مهم وكبير على فريق مصر المقصة بنتيجة 5-2. ده طبعا ضمن منافسات الجولة الثمانية وعشرين من بطولة الجمهورية والحقيقة أنهم عملوا مباراة كبيرة جدا. يعني أحرز الهدف الأول والتاني اللاعب طارق فوزي، الهدف الثالث اللاعب محمد عبد الله، والهدف الرابع والخامس اللاعب سيف أيمن. وبكده يكون رفع فريق 2005 عدد نقاطه ل 62 نقطة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء. نروح بقى للألعاب الأخرى. وطبعا زي ما قلتوا يا نهواندو يا كريم كان يوم حافل بالبطولات. يعني قدر شباب السلة 16 سنة وكمان فريق كرة اليد 2008 يتوجوا ببطولة الجمهورية. طبعا الفريقين كانوا بيواجهوا فريق سموحة عملوا مباريات كبيرة جدا والحقيقة ان روح الفانيلا الحمراء كانت متواجده في الملعب وقدروا يحسموا المباريات لصالحهم. يعني طبعا بهنئ جهاز كره السله بالنادي الاهلي وايضا جهاز كره اليد وبتمنى لهم مزيد من التالق. نروح بقى لكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة النهاردة عندهم المباراة الثانية أمام فريق وادي دجلة طبعا ضمن منافسات نص نهائي بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين طبعا أن البطولة بتلعب بنظام best of 3. أمس كانوا قدروا يفوزوا في المباراة الأولى أمام وادي دجلة، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-16 أيضا، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-11. لو سيدات كرة الطايرة وإن شاء الله يعني قدروا يحسموا المباراة النهاردة لصالحهم هيتأهلوا مباشرة للنهائي. كمان رجال كرة الطايرة بيستعدوا جيدا طبعا عندهم برضو نصف نهائي بطولة الدوري هتكون يوم 30 ويوم 31 أمام فريق الزمالك. يعني أيضا بتلعب بنظام best of 3. إن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة الأولى والتانية ويتأهلوا أيضا مباشرة للمباراة النهائية. يعني دي أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان زي ما عودتكم دايما أقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 19. الاعضاء بداوا بالفعل التوافد على مقر النادي، يمكن كمان بعضهم بيمارسوا الرياضه بالتحديد رياضه المشي في تراك النادي، وفي سيوله مروريه جيده للطرق المؤديه للنادي الاهلي. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرًا جدا على هذه التغطيه زميلتنا العزيزه والمتالقه هنا ابو القاسم. وفعلا مشهد اللي هنا بتوصفه ده مشهد احنا بنشوفه لما بنروح وبنبقى متواجدين فعلا في النادي الاهلي. كبار السن تحديدا، وانا هاكد كبار السن تحديدا، بيكونوا حريصين على المشي في التراك بشكل منتظم، وفي ناس نعرفهم يعني ونسلم عليهم كل ما نروح. يعني حاجه بجد حلوه جدا، وبرده بتتماشى مع فكره تغيير الثقافه، لان الاجيال دي اللي هي الاجيال طبعا الكبار في السن يعني بيبقوا او زمان ما كانش عندهم ثقافه الرياضه قوي. خلي بالك الرياضه زمان ما كانتش جزء اساسي من المجتمع غير طبعا دلوقتي لو هنقارن. فانا عاجبني جدا تغيير الثقافه ده، يمكن احنا سننا اللي ما بنمارسش قوي الرياضه فيه. فلا بس حاجه او مشهد بيبقى حلو بصراحه ان الواحد يروح يشوف كبار سن وحرصهم على ممارسه الرياضه يوميا، دي حاجه اكيد حلوه. صح.